معانا تليفون من دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. صباح الورد يا دكتور خالد. صباح الخير على حضرتك يا فندم وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها. صباح الورد يا دكتور، حدثنا عن آلية تنفيذ هذا القرار اللي اتاخد امبارح. هو زي ما حضرتك تعلم ان كان اللقاء الأمس فيما يتعلق بمراجعة وتقرير متابعة تنفيذ تعليمات دولة رئيس الوزراء فيما يتعلق بالمباني اللي تم تكريرها، فيما يتعلق بالمحال التجارية المخالفة، المقاهي والكافيهات المخالفة، المراكز التعليمية المخالفة، الأسواق اليوم الواحد المخالفة، القاعات الأفراح المخالفة، كذلك الأمر مخالفات البناء اللي تمت خلال الفترة الحالية والبعض من ضعاف النفوس اللي كان بيتصور ان الدولة مشغولة بمكافحة كورونا المستجد ان ممكن يقوموا ببعض المخالفات، فكان من الأهمية بمكان ان الآلية بتاعة المحاسبة ليس فقط إزالة المخالفة من مهدها، لا التأكيد كمان على ان يكون هناك حسم وحجم من خلال إجراءات رادعة وهي المتمثلة في تحويل المخالفين دول إلى النيابة العسكرية لكي يتم تنفيذ الإجراءات إجراءات الطوارئ عليهم، وبالتالي هنا بالشكل ده سوف تكون هناك إجراءات رادعة لكل من تسول له نفسه أن يقوم بإجراء عملية مخالفة، تعلية مبنى، البناء بشكل غير شرعي، استغلال ساعات الحظر في بناء، يبني يوم جمعة، يبني يوم سبت، إلى غير ذلك من القرارات الحاسمة اللي تم إصدارها من دولة. لكن كلمة مخالفة دكتور، كلمة مخالفة هنا أنه يبني على أرض زراعية ولا ممكن يبني في أرض مباني عادي لكن من غير ترخيص؟ يعني إيه نوع المخالفة؟ الاثنين يا فندم، الاثنين. المهم ان هو بنى بشكل غير شرعي. يعني خليني اقول لحضرتك مثلا على سبيل المثال وليس الحظ، عندنا مبادره صوتك مسموع اللي وصل لنا مثلا خلال الفتره الشهر مثلا الاخير ده فيما يتعلق بمخالفات البناء مثلا كانت تمثل 6.9% من اجمالي الشكاوى. يعني وده في حد ذاته ان احنا عايزين نقول ان اخواننا من المواطنين الايجابيين اذا شاف مخالفه عليه ان هو يبلغ عنها ويبلغنا على رقم واتساب صوتك مسموع 011 50 60 67 83 ويصور المخالفة ويبعت لنا العنوان، احنا هنتعامل فورا لان المبادرة دي غرفة العمليات بتاعتها تحت سمع وبصر مع الوزير اللواء محمود شعراوي ورؤساء الغرفة دي في 27 محافظة، السادة سكرتير عموم، وبالتالي يتم التوجيه مباشرة للسيد السكرتير العام في المحافظة المختصة بالمخالفة ويتم التعامل معها فورا، ويتم ابلاغنا برضو زي ما راحت لي الصورة بالمخالفة، يتم ابلاغنا بالصورة وبالفيديو والمخالفة بتزال.